موسى الكاظم وسط إغلاق لبعض الطرق في داخل العاصمة، إلا أن ثمة أشخاص حكمت عليهم مهنهم بالاستمرار في العمل حتى في هذه الأيام لارتباطهم المباشر بحاجات المواطن اليومية. عملنا هو لازم يستمر لأن العالم تحتاج عملنا أزيد من أي عمل، يعني أزيد من الأسواق، أزيد من المطاعم، أزيد من الكافتريات، لأن الخبزة تعرفين يعني الخبزة مهمة عند العوائل. زين لو لا وما نقدر نعزل بايام زياده، خصوصا هاي مرات تصير حالات حرجه، حالات طارئه، رغم انه اكو طرق مسدوده، اكو ازدحامات تصير، بس هم لازم نقدر يعني باي وسيله نوصل لهنا ونفتح ونقدم خدمه للمواطنين. اصحاب هذه المهن لا يستطيعون اغلاق محلهم حتى في هذه الايام، فالمواطن بعد ان انحسرت حركته في داخل منطقته فقط، بات من الصعب عليه ان يجد احتياجاته في خارجها، لذا استمر عمل هؤلاء لتامين متطلبات المواطنين وتوفير المواد الاوليه الى من يقيمون شعائرهم الخاصه في هذه الزياره كالطبخ الى الزائرين. اكثر الناس يطبخون للثواب. فنضطر يعني مثلا نحضر لهم المواد، هم يوصونا قبل بيوم يومين، نحضرهم المواد ويجون ياخذوها، فما نقدر نعزل يعني بهالايام هذه. ما نقدر نعزل يعني عمال وايجار وهيك شغلات، وثاني شيء المواطن ما يقدر يروح، يعني الطرق نصها يعني مسدوده، مو مثل بقيه المحلات يعني مستهلكه مثل المخضر غير شيء، فلازم يعني نبقى مفتحين القصاب مثلا، المخضر، المطعم، فيبقى يعني بس مو ذاك الشغل القوي. وتشهد شوارع بغداد هدوءا نسبيا وحركة قليلة للمواطنين بالتزامن مع دخول خطة تأمين الزيارة حيز التنفيذ. ومن بين الأشخاص الذين لا يتوقف عملهم في هذه الأيام الاستثنائية بل وحتى في أيام العطل هم الإعلاميين، ومن ضمنهم محدثتكم وكادر التصوير، حتى نبقيكم على اتصال دائم بالحدث وبما يدور في الشارع العراقي. من بغداد لميس عبد الكريم، قناة الرشيد.